تمام يا دكتور، ممكن حضرتك تبدأي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد رسول الله. أهلا بكم في المرة الثانية في الإيجيبشن أسوسيشن أوف دنتال ستودنت. شكرا لحضراتكم على الدعوة الكريمة، بحبكم جدا، دايما ببقى عايزة أبقى متواجدة معاكم. حاجة مشرفة جدا اللي انتوا بتعملوه. العلم مهم قوي في حياتنا، العلم مهم قوي في حياتنا، العلم هو مفتاح كل حاجة، مفتاح كل حاجة، مفتاح كل حاجة حلوة في حياتنا. إن شاء الله مصر بإذن الله تتقدم علميا، عندها أبحاث كتيرة، عندها مصانع كتيرة، عندها حاجات بتصنعها، متحتاجش تكون في حاجة بره إن شاء الله تستوردها بأفكار الناس العلماء اللي فيها. إن شاء الله مصر هتبقى حاجة تانية بإذن الله. الحقيقة أنا اخترت المحاضرة دي النهاردة عشان نستفيد، عشان نستفيد. وأنا عارفة إن دلوقتي استيراد الحاجة بقى صعب جدا، بقى صعب جدا. فالحقيقة أنا عندي فكرة لكم جميلة جدا، حبيت أقولها لكم عشان الناس كلها تعملها وتبقى حاجة يعني جميلة قوي للشخص ده، وحاجة كمان مفيدة للعيان. احنا النهاردة هنتكلم عن حاجة اسمها الدنتين جرافت. الدنتين جرافت، انا الدكتورة ايناس الجندي، بروفيسور اوف اورال ميديسن اند بريدنتولوجي في قسم طب الفم وامراض اللثة وطرق التشخيص والاشعة في كلية طب الاسنان جامعة كفر الشيخ، وانا كمان دين اوف فاكولتي، انا عميدة الكلية. نحب نبدأ بمحاضرة الدنتين جرافت النهاردة. أنا حابة أقول إن البريدونتايتس ده مرض خطير. طب هو خطير ليه؟ البريدونتايتس سادس رقم منتشر على مستوى العالم، وعارفين طبعا إحنا الخمسة الأولانيين كلهم كاردياك ديزيز، كلهم الكاردياك ديزيز، طبعا أنجينا بيكتوراس والمايوكاردير انفاركشن، كل أمراض القلب بتحتل المراكز الأولى في العالم في انتشار المرض. البريدونتايتس السادس مرض منتشر على مستوى العالم. طب هل البريدونتايتس ده خطير؟ خطير. البريدونتايتس ده خطورته جايه من ان هو بيأثر على الكواليتي اوف ذا لايف. يعني ايه؟ يعني بيأثر على الكواليتي اوف ذا لايف. العيان اللي عنده بريدونتايتس خايف يضحك، خايف ياكل، عايش في قلق، سنانه هتقع، سنانه بتتحرك، سنانه بتجيب دم. ده مش كده وبس، ده البريدونتايتس لها امباكت فاكتور على السيستميك ديزيز. البريدونتايتس في مواضيع كبيره دلوقتي اسمها البريدونتال ميديسن، حاجات كده، كتب كتب عن البريدونتال ميديسن، وازاي البريدونتايتس تسبب سيستميك ديزيز او تزود السيستميك ديزيز، ازاي البريدونتايتس تزود الدايبيتس، ازاي البريدونتايتس تعمل كارديو فاسكولار ديزيز، ازاي البريدونتايتس تعمل بري تيرم ليبر، ازاي البريدونتايتس تعمل زهايمر، البريدونتايتس ازاي تاثر على الكدني والبريماتيور. كل ده موجود دلوقتي كتب ليه، كتب ليه على تاثير البريدونتايتس على الصحه بتاعه الانسان، السيستميك هيلثي اوف ذا بيرسون. الحقيقه البريدونتايتس ليه تاثير كبير جدا في الحياه. مرض البريدونتايتس ده بياثر على الكواليتي اوف ذا لايف، بياثر على الكواليتي بتاعه اللايف بتاعه الانسان. طيب الناس بتوع البريو دول اللي هما بيشتغلوا دول عايشين حياتهم على كلمة واحدة بس، على كلمة واحدة بس، هدف واحد بس. ايه هو الهدف اللي هما عايشين عليه؟ يعملوا حاجة اسمها ريجينريشن، يعملوا حاجة اسمها ريجينريشن. يعني ايه ريجينريشن؟ يعني انا دلوقتي فقدت في البريدونتايتس، فقدت نسيج، فقدت انسجه، فقدت انسجه. احنا عندنا مرضين كبار قوي في البريو، واحد اسمه جينجيفايتس وواحد اسمه بيريدونتايتس، والاتنين بيفرقوا عن بعض ان في البريدونتايتس حصل اتاتشمنت لوس. في البريدونتايتس حصل اتاتشمنت لوس. اتاتشمنت لوس في ايه؟ في البريدونشيوم. طب البريدونشيوم ده بيتكون من ايه؟ البريدونشيوم ده بيتكون من البون والبريدونتال ليجامنت والسمنتم والجنجيفا.
لما بيحصل جنجفايتس بيحصل انفلاميشن في الجنجفا بس، في الجنجفا بس، فده سهل. حصل انفلاميشن، شويه انفلاميشن في الجنجفا، ريفرسابل ديزيز، هتاخد ماوس ووش، هتعمل سكيلينج، العمليه هتعدي وهيرجع تاني الجنجفا سليمه. اما لو حصل بريدونتايتس، فالبريدونتايتس الريفرسابل ديزيز. طب هي الريفرسابل ديزيز ليه؟ لان في ديستراكشن للبون، في ديستراكشن للبريدونتال ليجامنت، في ديستراكشن للسمنتوم، في ديستراكشن للجنجفا. طب بتوع البريو شغلتهم ايه؟ عايزين تاني يرجعوا البون اللي حصل ده تاكل فيه يكملوه، ويعملوا ريجنريشن للبريدونتال ليجامنت، ويعملوا ريجنريشن للسمنتوم، ويعملوا ريجنريشن مره تانيه للجنجفا. هو ده هدف كل بتوع البريو، انهم يوصلوا تاني لعمليه الريجنريشن اللي احنا شايفينها في الصوره اللي قدامنا دي، ان البون اللي فقد يتحل محله بون جديد، السمنتوم يجي سمنتوم جديد، بريدونتال ليجامنت تيجي بريدونتال ليجامنت جديده، جنجيفا تيجي جنجيفا جديده. لكن لسوء الحظ، لسوء الحظ، ان في حاجه اسمها ريبير، حاجه اسمها ريبير. يعني ايه ريبير؟ يعني مثلا احنا عندنا في خليه اسمها الابيسيليوم. الابيسيليوم دي اسرع خليه ممكن تتكون بعد الانجري، اسرع خليه اسمها الابيسيليوم سيل. الحقيقه اللي بيحصل في بدون ريجينريشن ان الخليه السريعه دي اللي هي الابيسيليوم والكونكتيف تيشو يجروا ويدخلوا هنا في المكان بتاع الديفكت، يملوه يملوه، فيحصل حاجه اسمها ري اتاتشمنت باي لونج جانكشن ابسيليوم، ري اتاتشمنت باي لونج جانكشن ابسيليوم، ودي حاجه مش كويسه، ده اسمه ريبير. احنا ما عملناش ريجنريشن للحاجات اللي تم فقدها، او يجري البون، او يجري البون وده ما بيحصلش، نادر انه يحصل، ويحصل انكيلوزس، او يحصل ان الكونكتيف تيشو بتاع الابسيليوم يجري ويعمل يملى المكان ده ويحصل بون روت ريزوربشن، روت ريزوربشن. يبقى الالتيميت جول اوف بريدونتال ثيرابي از ذا ريجنريشن، ارجع تاني البون، وارجع تاني البريدونتال ليجامنت، وارجع تاني السمنتوم، وارجع تاني الجنجفا، ارجع كما خلقني الله سبحانه وتعالى. طب عشان اعمل ده بيتم ازاي عمليه الريجنريشن في البريو؟ الريجنريشن او ريجنريتيف ثيرابي بيتكون من حاجتين مهمين جدا، حاجه اسمها جرافت ماتيريال، جرافت ماتيريال، ونون جرافت ماتيريال. طب مين هم الجرافت ماتيريال؟ هم البون جرافت، البون جرافت، البون اللي احنا بنشتريه وبنحطه مكان البون اللي فقد. طب مين هم النون جرافت ماتيريال؟ هو الروت بايو كونديشننج. يعني ايه بايو كونديشننج او بايو موديفيكيشن؟ يعني لما بيحصل البكتيريا بتيجي تدخل في المكان ده عشان تعمل الديزيز، لان احنا عارفين كلنا ان البريدونتال ديزيز هي بكتيريال انفكشن، مش كده؟ هي طبعا مالتي فاكتوريال ديزيز، لها عوامل كتيره، بس المتسبب او السبب الوحيد او المتورط في حدوثه، المجرم اللي متورط في حدوثه هو البكتيريا الموجوده في الدنتال بلاك. ما حدش يقول بلاك، البكتيريا الموجوده في البايوفيلم بتاع الدنتال بلاك، فدايما هو بكتيريال انفكشن. البكتيريا بتيجي تقف عند السيمنتوم، وطبعا بتكون شويه كالسيفيكيشن، وبتعمل حاجه اسمها سمير لاير، سمير لاير، بتعمل حاجه اسمها سمير لاير، بتقفل على الدنتاينال تيبيولز. بس انا عاوزه افتح الدنتاينال تيبيولز عشان لما يجي الفايبر يدخل ويعمل اتاتشمنت يلاقي الدنتاينال تيبيول مفتوحه، فبجيب ستريك اسيد، بجيب اديتا، بجيب تتراسايكلين، واعمل بيها روت كونديشننج، بشيل السمير لاير من على الروت عشان يعمل ري اتاتشمنت مع الفايبر مره اخرى. وطبعا عندنا تاني حاجه من نون جرافت ماتيريال، حاجه اسمها الجايد تيشو ريجنريشن، الجي تي ار، الممبرين، الممبرين. طب الممبرين ده بيعمل ايه؟ الممبرين ده جميل جدا، بحطه هنا في المكان ده عشان امنع الابيسيليا منها تدخل، وادي فرصه البريدونتال ليجامنت والبون اللي هم الخلايا البطيئه زي قصه السلحفه والارنب اللي كنا بنحكيها، ان مين الارنب؟ هو الابيسيليال والكونكتيف تيشو. طب مين السلحفه؟ البون جرافت. ومين؟ والبريدونتال ليجامنت.
فانا بحط الممبرين في المكان ده عشان امنع ان الابيثيليوم والكونكتيف تشو، امنع السلحفه اللي الارنب، انيم الارنب. فاكرين قصه الارنب والسلحفه؟ ادي الارنب اهو نيمته واديت فرصه للسلحفه انها تكون البون والبريدونتال ليجامنت، ودي فكره الممبرين. اما البيولوجيكال ميديتور يعني ايه؟ الجروس فاكتور، الجروس فاكتور والبي ار بي والبون مورفوجينيتك بروتين، كل ده في النون جرافت ريجينيتيف سيرومي. طيب نتكلم شويه عن موضوعنا النهارده اللي هو البون جرافت. البون جرافت في البريو حاجة جميلة جدا، حاجة مهمة عندنا، العمود الفقري بتاع البريو. البون جرافت هو العمود الفقري بتاع البريو، مفيش حاجة اسمها بريو من غير بون جرافت، ده حياتنا، احنا عايشين على البون جرافت ده. الحقيقة ان البون جرافت ده بيشتغل على حاجات كتير قوي في البريدونتال، يعني ديفكت بريدونتال ديزيز. لو جيت شلت التوس، بعمل توس ريموفال، بحط بون جرافت عشان اعمل سوكت بريزرفيشن، حصل لي تروما وحصل لي مشكله بضطر احط بون جرافت. سيست وشلته ولقيت المكان فاضي، احط بون جرافت. تيومر شلته، احط بون جرافت، مش كده؟ يعني معنى كده ان البون جرافت ده ليه يعني حاجات كتيره يعملها. اه طبعا سوكت بريزرفيشن، ريدج اوجمنتيشن، ساينس ليفت، استيميوليشن اوف بون فورميشن. مش كل ده حاجات ممكن يعملها البون جرافت؟ اه كل ده ممكن حاجات يعملها البون جرافت. طب انا لما بحط بون جرافت في الديفكت، ازاي البون جرافت بيتكون؟ ايه الميكانيزم بتاع الاكشن بتاع البون جرافت؟ احنا عندنا ثلاثة ميكانيزم معروفين في تكوين البون عن طريق البون جرافت. اول حاجة اسمها الاوستيوجينيسيز. يعني ايه كلمة اوستيوجينيسيز؟ الجرافت اللي انا خدتها وحطيتها في مكان الديفكت هي اللي فيها الاوستيوبلاست، وهي اللي هتكون بون. انا خدت اهو حتة من بق العيان، حتة بناية من بق العيان، وحطيتها في الديفكت، خدتها بالاوستيوبلاست بتاعتها، الاوستيوبلاست هتشتغل وتكون بون. جميل. طب مين البون جرافت الوحيد اللي هو اوستيوجينيسيز؟ هو الاوتوجرافت اللي متاخد مني من عيان. الاوتوجرافت اللي متاخد من العيان. طب في نوع تاني من الميكانيزم بتاع الاكشن بتاع البون جرافت؟ حاجة اسمها اوستيو اندكشن. جاية من اندكشن، انديوس، يعني دي حاجة محفزة. من الكلمة دي هي كيميكال بروسيس. طب الكيميكال بروسيس دي بتعمل ايه؟ البون جرافت اول ما يتحط يقوم محول النيبرنج سيل، يعني الخلايا المحيطة بيه، لأوستيوبلاست. اول ما يتحط البون جرافت يقوم يحول الخلايا المحيطه بيه لاوستيوبلاست، والاوستيوبلاست تشتغل وتكون البون. يبقى هو اوستيو اندكشن، كيميكال بروسيس. المولكيولز اللي موجوده في الجرافت هتحول الوسط المحيط، الخلايا المحيطه، لاوستيوبلاست علشان خاطر تكون بون. ودول عندنا حاجتين مشهورين قوي، حاجه اسمها البون مورفوجينيتك بروتين، ودي مينرالايزد فريز درايد بون الوجرافت. طب في نوع ثالث؟ اوستيو كوندكشن. كل البون جرافت اللي موجوده في السوق، عشان ما حدش يضحك عليكم، اوستيو كوندكشن، ما عدا الاوتوجرافت اللي متاخده من العيان، والبون مورفوجينيتك بروتين، ودي مينرالايزد فريز درايد بون الوجرافت. سواء كده كل البون اللي موجوده في السوق اوستيو كوندكشن. طب يعني ايه اوستيو كوندكشن؟ انا لما باجي اعمل تيشو انجينيرنج، عارفين قصه التيشو انجينيرنج؟ بيبقى عندي ثلاث حاجات. يعني مثلا انا عايز اعمل فص من الليفر، واحد هيتبرع لواحد مثلا، وهنعمل فص من الليفر. اول حاجه افكر فيها اجيب سكافولد. طب انت بتجيبي سكافولد ليه؟
عشان هحط هزرع فيها الستيم سيل وسط حلو وانها تعيش فيه الستيم سيل، وهجيب الجروث فاكتور وهقعد لحد ما اكمل تشو انجينيرنج للليفر، وبعدين هنقله لجسم العيان. والسكافولت دايما بتبقى شكلها على شكل الكدني، على شكل الليفر، يعني بتاخد شكل الاورجان اللي انا بزرعه. يعني انت قصدك ان السكافولت دي عشان تعمل وسط كويس عشان يعيش فيه الستيم سيل وتبدا تحط عليها الجروث فاكتور وتكون الاورجان. اه البون جرافت في المرحله الثالثه او في الاوستيو كوندكشن ده الميكانيزم الثالثه هو بيعمل سكافولد. سكافولد حاجه كويسه، حاجه حلوه، الاوستيوبلاست تيجي عايزه تعيش فيها، بتحب تعيش فيها، فعشان كده احنا بنقول ان هو فيزيكال افكت. وكل البون جرافت اللي موجوده في السوق اوستيو كوندكشن ما عدا بوم مورفوجينيتك بروتين والديمينرالايزد فريز درايد بون كورالوجرافت والاوتوجرافت. يبقى احنا عندنا ثلاثة ميكانيزم. شفتوا الاوستيوجينيسيس؟ ادي الاوستيوبلاست اللي موجودة في الجرافت، وادي الستيم سيل اهي، مفيش اي حاجة خالص، ادي الاوستيوبلاست وادي الستيم سيل، دي موجودة في الجرافت اصلا. اما الاوستيو اندكشن ايه حكايتها؟ لا ده هي اصلا الخلايا البون هيحول الخلايا دي الاندفرنشيتد دي لاوستيوبلاست عشان تكون بون. يبقى هو بيعمل اندكشن او انديوس للخلايا الاندفرنشيتد عشان تتحول لاوستيو بلاست. اما الايه الاوستيو كوندكتيف سكافولد، شايفين شكل السكافولد؟ شايفينها؟ والخلايا بقى راح تدخل عايشه فيها، بتحبتها، حبه المكان ده عشان ايه؟ تعيش فيه، حبه المكان ده عشان تعيش فيه. البون جرافت عندنا ليه اشكال كتيره، في باودر وفي جرانيولز وفي جل وفي بلوك وفي باتي، اهو باتي اهو عجينه كده عشان تتشكل على حسب الكافيتي او الديفكت الموجود. في كل انواع الموجوده في مين البون جرافت. طب مين هم البون جرافت اللي موجودين؟ مين هم البون جرافت ان الناس عارفاهم او الناس المفروض تعرفهم؟ احنا قلنا ان في حاجه اسمها الاوتوجرافت. الاوتوجرافت هي على فكره البون جرافت له قصه، انا احكيها لكم حالا. هو ليه قصه؟ اول ما عملوا بون جرافت عملوا حاجه اسمها اوتوجرافت، دي اول قصه. قال لك ما ناخد ترقيع عظم من العيان ونحطه في مكان التاني الديفكت، زي اللي بيتحرقوا كده، الناس اللي هم بيحصل لهم حروق، فبياخدوا مثلا سكين من حته ويحطوها في الحته ايه اللي هي حصل لها الحرق. طب والحته اللي انا خدت منها، طب ما هتتجدد اصلها حته كويسه، حته سليمه، بالدليل ان انت لما بيحصل لك جرح بتبص بعد كده بيفضل جرح طول عمرك؟ لا، ده بيحصل ريجينريشن، وربنا سبحانه وتعالى عامل حاجه اسمها الهيلينج، الهيلينج بروسيس، الهيلينج بروسيس. تمام. اول واحد قال لك احنا ناخد اوتوجرافت، واحد عنده ديفكت في مكان، هاخد حته من مكان تانية، بوم من مكان تاني، واقوم ايه حطه. الفكره جات لهم ان هم يعملوا من الاكسترا اورال الالياك، ياخدوا من الالياك، بس كانت حاجه وحشه قوي، واحد داخل يعمل عمليه في بقه يفتحوا له في الالياك، يعني حاجه غير ادميه شويه. يبقى مكانين عمليتين، واحده في بقه واحده في حته تانية في الالياك. طب ما فيش حل تاني؟ قال لك ايه، طب انا عندي فكره تانية، طب ما ناخد بون من الانترا اورال او نفس المكان اهو، ويبقى العمليه محدده في مكان واحد. قال لك ماشي، فكره كويسه جدا. قال لك احنا هناخد بون من الانترا اورال. قال لك دي حاجه غير ادميه، احنا هنفتح في مكانين، هنفتح هنا وهنفتح هنا، دي شغلانه، هنفتح هنا وهنفتح هنا، لا احنا مش عايزين نفتح هنا ونفتح هنا، مفيش حل تاني، مفيش حل تاني، مش ممكن تحلوها لنا؟ قال لك بسيطه، في ناس كتير قوي بتتبرع بالاعضاء وبتكتب وصية دلوقتي تقول لك إيه، أنا متبرع بالأعضاء بتاعتي، تكتب وصيتها. طيب أنا هكتب تبرع أهو، أنا متبرعة بالأعضاء بتاعتي بعد إيه ما توفى. تمام. قال لك خلاص ماشي، إحنا دي فكرة كويسة قوي، إحنا هناخدها من نفس السبيشيز بس إنسان توفاه الله، واحد كان متبرع بالأعضاء بتاعته بعد ما تبرع بالاعضاء بتاعته
توفاه الله، احنا هناخد البون جرافت من الياك وهنبدا نعمل له شويه بروسيسنج، وهنبدا ايه نحطه في مكان الديفكت، وسموه الو جرافت. الو جرافت راح طلعت حاجات تانية، قال لك يا جماعه طب احنا مش هناخد من الجثث خالص. ليه يا عم مش هتاخد من الجثث ليه؟ قال لك يا عم ده ممكن يكون عنده ايدز وهيباتايتس والدنيا مقلوبه عنده ويحصل ريجكشن للجرافت، ما تشوف لنا حل تاني. قال لك خلاص ماشي، ايه رايك ما ناخد من البوفاين والبروساين والكورالين، ناخد من البقره والخنزير وبرجان البحر، وده نوع من انواع الزينوجراف اللي هو ناخد من ديفرنت سبيشيز، فصيله تانيه. طلع قال لك لا، طب ما انت ممكن عندك في سنه من السنين جاء جنون البقر، وجنون البقر جه وحل، وممكن يتنقل عن طريق الانسان من البوفاين. فوقفت الشركات دي اللي هي بتاعت البايو قصف، وقفت كل شغلها وقالت لك لا. قال واحد طالع قال لك ايه، انا بقى هريح نفسي خالص، انا هصنع لكم بون، انا هشوف البون ده اورجانيك وان اورجانيك ومحطتهم لكم على بعض، واعمل لكم بون واسميه الو بلاست، وطلعوا الهيدروكسي اباتايت وكالسيوم فوسفيت وبايو اكتيف كلاس وكالسيوم فوسفيت، والدنيا اتقلبت، والهارت تيشو ريبليسمنت بوليمر، وكل ده طلع من حاجات مصنعه. بس للاسف الشديد الالو بلاست عامله زي الحشو، عارفين الحشو ولا مش عارفينه؟ بتقعد في الكافيتي اكنك حشي امالجم، حشي كومبوزيت، ما بتغيرش البون، تفتح عليها بعد سنين طويله ما بتتغيرش البون. فدي كانت مشكله كبيره قوي للالوبلاست. فالحقيقه هي دي قصه البون جرافت من البدايه للنهايه. طب نشوف كده ادق شويه، اكسترا اورال اهو اول حاجه عملوها، خدوا من الالياك اهو، والتيبيا والفيبيا والريبس والسكال والالياك، قعدوا خدوا من كل الانترا اكسترا اورال دول. بس قال لك دي حاجه صعبه قوي انك تاخد حته وتفتح مكانين وتكلف العيان عمليتين، شوف لك حل تاني. قال لك خلاص انا هاخد من انترا اورال وريحك، هاخد من انترا اورال اهو، خدت من تشاين اهو، بسيب 5 مللي من هنا من عند الروت، و5 مللي من المنتال نيرف، و5 مللي من المنتال نيرف، و5 مللي من الايدج اهو، وباخد البلوك ده اهو بطلعه واخده. خد من حته فيها اكسستوزيس، خد من حته فيها اكسستوزيس اهو، خد من تراي سواء بلاتاين تراي او مانديبرا تراي، خد من ريمس، خد من التيبرستي، تيبرستي اهو والريمس اهي، خد من ادنشرس اريا تريفاين، دخل حاجه كده زي المقوره وادخل بيها وشد البون اهي، حاجه زي المقوره لها شراشير اهي بتدخل في المكان، بس تخلي بالك من الروت اللي جنبها، تدخل في مكان ايدنشلس وتلف وتطلع. والناس قعدت مستمرة على هذا الوضع، بس قال لك طبعا دول عمليتين برضك، وطبعا بتسبب وجع شديد للبيشنت. ممكن يحصل حاجة اسمها توسز لو تسمعوا عنها، ان التشاين بعد ما خدت منها بلوك تبقى ديب بالمنظر ده، حاجة اسمها توسز. ممكن يحصل دامج لي الانفيريو الفان نيرف والبكر نيرف، وانا باخد من عند زي ما قلت اهو، وانا باخد من المكان ده اهو من الريمس، ممكن اعمل انفيريو الفان نيرف الطه، ودي كانت مشكله كبيره جدا. طبعا في مشكله خطيره جدا 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 في الاوتوجينس بون جرافت، وهي ان هي الريزوربشن ريت بتاعها عالي جدا. يعني ايه؟ المفروض ان انا لما احط بون جرافت ما يحصلهاش ريزوربشن الا لما يتكون بون جديد، يعني ريزوربشن وتكوين، ريزوربشن وتكوين. دول لقوا بقى ان هي بيحصل لها رابيد ريزوربشن، رابيد ريزوربشن، ما بيلحقش البون يتكون قبل ما هي يحصل لها وهي موجوده، يعني ريزوربشن بيحصل بدرجه اسرع من التكوين البون الجديد. وعشان كده دايما لما تستخدم اوتو جرافت بتحط معاها زينو جراف او جرافت تانية عشان تمنع عملية الرابد ريزوربشن بتاعتها اللي بتحصل. بعد كده اتنقلوا للالو جرافت بعد 12 ساعة من المتوفي ما يموت، بياخدوا الالياك بون وعملوا منه ثلاث انواع، حاجة اسمها فريش فروزن بون وفريز درايد بون الو جرافت،
وحاجه اسمها ديكالسيفايد فريز درايد بون الوجرافت اللي هو الاوستيو اندكشن. الاوستيو اندكشن. طب عايزين نعرف ايه اللي بيحصل. اللي بيحصل ان الراجل بيتوفى ب 12 ساعه، بيعملوا حاجه اسمها دي فات، بيشيلوا الاورجانيك كومبوننت بتاعه البون ويسيبوا المينرال. انا عايزه المينرال. ويقطعوا البون لحتت صغيره ويغسلوه ويعدوه مرحله اسمها فروزن ويعدوه على اسيد. ليه ده كله؟ ليه الهيصه دي كلها؟ عشان حاجتين. عشان حاجتين. انا واخده بون من واحد تاني، انسان تاني، الجسم هيرفضه. انتيجينيك رياكشن. انا مش عايزاك، انت مش بتاعي، لازم اقوم ضدك. التي سيل والبي سيل هشتغل ضدك، هطلع حاجات تضربك، انا مش عايزاك. طب انا عشان اقلل عمليه الريجكشن دي اعمل راديشن، اعمل فريزنج، اعالجه بكيميكال، اشيل منه الاورجانيك، كل ده عشان امنع الريجكشن. طب والمشكله الثانيه؟ المشكله الثانيه ان انا ممكن اتعدي من البون جرافت ده. البيشنت ده كان عنده ايدز، البيشنت ده عنده هيباتايتس، ممكن يعديني. طب هما اتغلبوا على المشكله دي ازاي؟ اولا هما سجلوا حالتين ايدز في من ساعه ما عملوا البون جرافت، تقريبا حالتين ثلاثه مش فاكره بالظبط، اتنقل لهم ايدز عن طريق الجرافت. طب اعمل ايه عشان اتغلب على الموضوع ده؟ حاجه سهله جدا، اعمل اكسكلوجن لمين؟ الهاي ريسك جروب. مين هما الهاي ريسك جروب؟ الدكاتره، النيرس، الادكشن، الناس المدمنين، الناس اللي بيغسلوا كلى، كل دول هاي ريسك جروب. الناس اللي عندها هيموفيليا لان كل شويه تنقل لها دم، كل دول هاي ريسك جروب، اتجنبهم. يبقى في هيستوري للناس اللي بتتبرع، ان ما يبقاش يعني انتوا مش هتتبرعوا، اظن انتوا مبسوطين بقى مش هتتبرعوا انتوا باعضائكم، كل اطباء الاسنان لانهم الهاي ريسك جروب. طيب كمان اعمل يعني اما اخد العينه لازم افحصها، اعمل لها تيست زي اللي بينقل دم. مش هما لما بياخد دم من واحد هما اصلا بيعملوا عمليه تحليل للدم ده وبيشوفوه خالي من الايدز والهيباتايتس ولا لا؟ مش دي حاجات عاديه؟ انت تعمل البون نفس الحكايه. دايما لما بيعجبوا البون بيحطوه في 100% اسيد. الاسيد بيقضي على كل الفيروس والحاجات اللي ممكن تعمل انفكشن. طبعا كانت مشكلتين كبار قوي بس هم حلوهم في الالوجينيك بون جرافت اللي هم الريجكشن، وطبعا عملوها راديشن وفريزن وعدوها على كذا حاجه عشان يتخلصوا من الريجكشن، وطبعا بردك عملوا احتياطاتهم علشان موضوع الانفكشن. لكن طبعا هو ممكن يتاخد بكميات كبيره جدا وحاجه بتجيب نتيجه، والالوجينيك جرافت حاجه رائعه اشتغل بيه وانت مطمن. بعد كده اتجهوا الى الزينوجراف وخدهم البروساين والبوفاين والناتشرال كورال، وطبعا البايو اوس عمل انقلاب، نص العالم بيستخدم بايو اوس طبعا زي ما انتم عارفين. وكل ده زينوجراف، اللي هم زينوجراف هم اوستيو كوندكشن، هم بيتاخدوا من البوفاين وبيروحوا للبني آدم. وطبعا أيام جنون البقرة منعوا الشركات دي خالص، سبونجي فورم انسيفالوبراسي، طبعا ده جنون البقرة بوفاين سبونجي فورم انسيفالوبراسي، وطبعا كان بينقل المرض ده للناس. وطبعا الحاجات دي طبعا انتهت دلوقتي، كان في وقت كده وحصلوا الشركات حتى بتاعت البيقص وقفت عن تصنيعه. الحقيقه بعد كده هم صنعوا بون، والبون ده انا ما انصحش بيه طبعا لانه مش حاجه كويسه، انا ما بحبوش بصراحه. اللي هم مصنعينه هيدروكسي ابيتايت والنان هيدروكسي ابيتايت والكالسيوم فوسفيد والهارت تيشو ريبليسمنت بوليمر بايو اكتيف كلاس والكورال ديرايفد بورس، كل ده ما حصلوش ريزوربشن. البون ده كله بطيء جدا في الريزوربشن بتاعه. الحقيقه ان طبعا يعني في طفره كبيره حصلت في البون جرافت وفي الماتيريال بتاعت الاسنان لما دخل النانو تكنولوجي. الدنيا اتغيرت خالص. في دلوقتي نانو كومبوزيت زي ما انتم عارفين، في نانو كومبوزيت مش كده؟
اللي هو بتاع الفيلينج ماتيريال، وهم اصلا بيفكروا انهم يحولوا كل الماتيريالز بتاعت اسنان لنانو. ليه؟ ايه السبب؟ اوعي النانو ده السايز بتاع الماده من 0 ل 100 نانو متر، نانو متر، خلي بالك ماشي. طب ايه حكايه النانو ده؟ ايه حكايه النانو ده؟ النانو ده بعمل الماده بارتيكلز صغيره قوي. طب ايه يعني؟ ايه اللي هيفيدني؟ لا ده هتحسن من الفيزيكال بروبرتيز بتاعتها، خصائصها هتتحسن. طب ايه كمان؟ لما اعمل النانو دي، الماده نانو كده، هتتحرك بسرعه وتروح فين؟ وتروح في المكان بسرعه وتخترق الحتت لانها صغيره، فالاكشن بتاعها هيبقى اسرع. طب وايه كمان؟ البلاد سبلاي هيبقى كويس جدا، السيرفس اريا بتاعتها هتزيد. كل الحاجات دي مكاسب، كل الحاجات دي مكاسب. تعرفين قصة النانو دي قصة كبيرة جدا، قصة كبيرة جدا، يعني قصة عايزة يوم كده إن شاء الله نبقى نحكي عن النانو تكنولوجي في اندنتستري بإذن الله. بس دي حاجة عملت طفرة كبيرة في طب الأسنان. طبعا في نانو بون، تعرفين في نانو بون، عارفين ولا لأ؟ في نانو بون ألماني اشتغلت بيه بحث مرة وهو رائع الحقيقة. طيب نيجي بقى لموضوعنا المهم، انت بتحكي لنا القصه دي كلها ليه؟ بتتكلمي عن البون جرافت ليه؟ البون جرافت كله مستورد، كله مستورد من بره بالدولار. طبعا الاستيراد صعب اليومين دول. طيب ايه يعني انت بتفكري في ايه؟ بفكر هو انت لما بتخلع سنه بترميها؟ برميها، انا برمي السنه. بترميها ليه؟ ترميهاش، تعالوا عشان احنا عايزينها، احنا عايزين السنه، ما حدش يرميها. هترميها ليه؟ ده انا محتاجاها، ده بون جرافت، ده بون جرافت. اوعى ترميها، فكر فكر قبل ما ترميها، فكر مره واثنين وثلاثه قبل ما ترمي الثروه ديت، قبل ما ترمي الثروه ديت. بيقول لك التوس دي ثروه، اوعى ترميها، اوعى ترميها. انت هتنظفها، تعملها كليننج وجرايدنج، وتعملها دي مينرالايزيشن وسترلايزيشن، واستخدمها بقى كبون جرافت. ازاي هتحولي السنان دي اللي احنا كل يوم بنرميها في الزباله؟ يعني احنا في قسم الجراحه بيخلعوا كل يوم 20 حاله ويرموا 20 سنه في الزباله. لا ما ترميهاش، استنى فكر. فكر في ايه؟ فكر ان السنه دي بتتكون من اورجانيك سبستانس واورجانيك. طب مين هم الان اورجانيك؟ الاورجانيك الكولاجين. خلي بالك، خلي بالك من الكلام اللي انا هقوله، انها في جزء منها كولاجين، كولاجين، وجزء منها كالسيوم وفوسفات. كويس. بيقول لك ان السنه دي بتتكون من انامل ودنتين وسمنتم وبلب. انامل ودنتين وسمنتم وبلب. طيب
انا مش عارفة هو اللي خرج من نفسه، انا مش عارفة ليه. معايا دلوقتي؟ اه تمام يا دكتور، انا مش عارفة هو خرج ليه فجأة كده. ممكن الكونكشن بس يا دكتور، بس تمام يعني تمام كله اتظبط. تمام تمام احنا كنا بنتكلم عن الدنتين، احنا كنا بنتكلم عن الدنتين. السنة بتتكون من انامل ودنتين وسمنتوم وبلب. الانامل 96% ان اورجانيك و4% ووتر، اما الدنتين 65% ان اورجانيك و35% اورجانيك، والسمنتوم من 45 ل 50% ان اورجانيك ومن 50 ل 55% اورجانيك سبستانس. طب البون؟ البون هو هو بالظبط زي الدنتين، 65% ان اورجانيك و35% اورجانيك. الناس بدأت تفكر، الناس بدأت تفكر، يعني الدنتين نفس تكوين البون؟ طب ما ناخده واحطه في الكافيتي بدل البون، واصلا كده كده انت هترمي السنه، انت كده كده هترميها. ومن هنا حصل انقلاب، انقلاب. بدأت الناس تقول لك ان في بون جرافت جديده، اودوجينس بون جرافت جديده اسمها اودوجينس تيس، سنان هنعملها بون، هنطحن السنه ونعملها بون. طب انت هتطحن السنه كلها؟ لا، انا هطحن الدنتين بس. طب اشمعنى الدنتين؟ اصله 35 و35 زي البون، 65 و35 زي البون، وانا عايزه زيه زي البون، انا عايزه زيه زي البون. طب ده هيزعل الشركات؟ هيزعل الشركات كلها. الشركات هتقفل، هتحاربه. الشركات هتحاربه. هتحاول بقدر الامكان تكسر كل الابحاث اللي هتحصل دي. ليه؟ سوقها هيقف، السوق بتاعها هيقف. احنا عارفين نص جرام دلوقتي ب 3 و 4000 جنيه، لكن انت لو طحنت سنه واحده من الروت بتاع السنه ممكن تجيب جرام. شفتوا النعم اللي انتوا فيها؟ شفتوا النعم اللي انتوا واخدينها من ربنا سبحانه وتعالى؟ انت ممكن تطحن روت واحد تجيب 1 جرام منه وبتشتريه ب 6 7000 جنيه. شفت كميه الثروه اللي ربنا سبحانه وتعالى مديها لك؟ ده روت واحد، روت واحد. طيب ايه اللي حصل بعد كده؟ اللي حصل بعد كده بدأت الابحاث تتعمل، بدأت الناس تقول لك انا هخلع السرد مولر وهطحنه واحطه في المكان ده عشان يكون بون، هنا هطحنه واحطه في البوكت عشان يكون بون، هطحنه واعمل سوكت بريزرفيشن. وبدأت الناس تتكلم عن البون جرافت، وبدأت تمشي في موضوع البون جرافت. قلنا نمشي معاهم، وإيه المانع نمشي معاهم؟ نجيب سنان ونجرب، نعمل تجارب. وفعلا جت لنا حالات بريدونتايتس عندها هوبلس توس، سبناها. اولا لازم يوم الخلع يوم الطحن، يوم الخلع يوم الطحن بتاع السنه. خدنا السنه الهوبلس، نظفنا الانامل، شلنا الانامل، شلنا السمنتم، طحنا السنه، حطيناها بون جرافت، وكانت نتائج مذهله، نتائج مذهله. خدنا الحاله وعملنا من القسم عندنا من الدايجنوزس، وخدنا الحالات وبدانا. هي طبعا جود سيستميك ديزيز، ما عندهاش سيستميك ديزيز، ميديكال كومبرومايز كله تبعتنا عنه، هيلسي بيشنت، عندها ستيج 3 بريدونتايتس. وبدانا نعمل 2 جروب، جروب نحط فيه الدنتين بتاعنا، وجروب تاني حطينا فيه حاجه اسمها ماكس جرافت، وده نوع من انواع الالوجرافت. طيب وجدنا ايه؟ وجدنا نتائج مذهله. عملنا كلينيكال اسسمنت وراديوجرافيك ايفالويشن. ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان احنا طبعا احنا ما عندناش المطحنه بتاعه التنتين، بس احنا اشتريناها دلوقتي، احنا اشتريناها مطحنه كده بتاعه البن، اشتريناها. الحقيقه ان احنا جبنا الخلاط العادي جدا وبدانا طحنا دي سنه حقيقيه بعد ما شلنا منها الانامل والدنتين، وكل البون ده طلع منها، كل البون ده طلع منها. تمام. طيب وبعدين؟ بعدين خدنا الماده وحطيناها في الكافيتي. بس انا قلت لهم قبل ما نحط الماده في الكافيتي، تعالوا يا جماعه نروح نعمل لها كاركترستيك، نشوف خصائص الماده دي تحت الميكروسكوب. صدفة لقينا ان احنا لما طحنا، ده صدفة،
زي فليمنج كده، ما كان راح وساب الاطباق اللي عليها البكتيريا الفطر والحاجات دي، فاكرين لما سابها وراح مشي هناك، فجه لقى الفطر والبكتيريا عاملين انتي بايوتيك البنسلين. فقلنا ناخد شوف الكاركترستيك بتاعها، لقينا ان احنا لما ضربناها في الجرايندنج دي بقت نانو، بقت نانو بارتيكلز، يعني الدنتين ممكن يتحول لنانو، الدنتين ممكن يتحول لنانو جرافت، مش بس دنتين بارتيكلز بس من البون جرافت، لا ده ممكن نحوله نانو لو استمرينا في ضربه شوية في الجرايدنج ده بتاع الدنتين. وقسناه فعلا ولقينا ان نانو، احنا قلنا ان نانو من 0 ل 100، والحقيقة اهو زميلتكو جيهان بتقول كلام جميل قوي، ينفع اعملها باسنان لبنيه؟ تصدقي يا جيهان انا ما جاتليش الفكره دي خالص نهائي. هقول لك ليه، اصل دايما البريدونتايتس بتحصل في سن كبير عند البريمانت توس، انت عارفه كده، يعني انا الحقيقه ما جاتليش الفكره دي خالص ان انا اعملها في ديسيدوس، بس تصوري الفكره دي حلوه مش وحشه جميله يعني، بس الحقيقه ان يعني كل البريدونتايتس دايما بتبقى في الناس الكبار. سؤال جميل قوي من فريد، سؤال جميل قوي، بيقول all extracted teeth are suitable to be a bone graft. ما انت عندك سنه يا دكتوره ناس badly decay كارياس، بتخليها كارياس، شيل الكاريز يا دكتور، الروت مش كارياس، الروت دايما بيبقى سليم، شيل الكاريس خالص. لو تقرا كويس قوي عن الدنتين او اللي عملوا الحاجات ديت، تعرف ان كل الناس شالوا الكيرز وشالوا الكالكولاس وشالوا البلب تشيله هو كمان، وتشيل الانامل وتشيل السمنتم وتطحن الدنتين، شيل كل حاجه يا دكتور، شيل كل حاجه، شيل الكاريس من الكافيتي، شيل السمنتم، شيل الدنتين، شيل البلب، لازم تشيل كل حاجه، احنا عايزين الدنتين بس، احنا عايزين الدنتين بس. اطحنه يا دكتور وحطه في سوكت بريزرفيشن ريدج اوجمنتيشن، اعمل كل حاجه، نتائج مبهره. لا شيل البالب بفايل، عارف الحاجات اللي بتشيلوا بيها البالب دي، شيله شيله مش عايزينه، احنا عايزين الدنتين فقط. انا مش فاهمه السؤال قوي، ايوه بس زي بنقول معلش تقريبا النت قطع تاني. تقريبا يا دكتور. معلش حصل خير، انا ماليش دعوة، انتي ده بقى حاسبوها، انا ماليش دعوة بالكلام ده.
طيب زميلكم اللي كان بيسأل دلوقتي عن بنوك الخلايا الجذعية والستيم سيل والحاجات دي، كان في حد بيتكلم عن اللي، انا على فكرة انا عارفة كويس قوي ان الستيم سيل لها مصادر في الـ من الديسوزتوس طبعا، ده احسن حاجة بيقول لك ان انت تاخد ستيم سيل من ديسيدوس، دي حاجة معروفة جدا على فكرة، زيها زي البريدونتال ليجامنت، احسن برضك خلية تاخد منها ستيم سيل، دي معروفة جدا، ده لو تقصد هذا يعني، لو انا على قد فهمي يعني، لو انا فهمت السؤال، يمكن انا ما فهمتوش يعني. تمام طيب نرجع للموضوع بتاع النانو، احنا لما خدنا صدفة المادة وقلنا نحللها تحت الميكروسكوب أو نشوفها، لقيناها تحولت لنانو، والحقيقة إن ده أول بحث يتنشر، الناس كلها عملت تنتين جرافت، أنا يعني عارفة ومتأكدة، لكن إن إحنا اللي عملنا النانو بارتيكلز دنتين جرافت، أنا والدكتور أحمد الجندي في كلية طب الأسنان جامعة كفر الشيخ. الحقيقة إحنا خدنا انتربوني ديفكت، دي حالة لوكالايزد أجريسيف بريدونتايتس ستيج 3 اهيت، وفي انجلر بون لوس، واحسن حاجه تحط فيها بون جرافت الانجلر بون لوس، مش عامل زي القمع كده فبتحشر البون هنا، والحاله دي عملناها اسبريت ماوس تكنيك، ناحيه كان فيها الو جرافت وناحيه تانية فيها الدنتين جرافت اللي هو الاوتوجينس دنتين. الحقيقه الريزلت كانت مبهره جدا، الدنتين اتكون، الدنتين كون بون، وهنا برضك كانت مبهره برضك ان الالو جرافت طبعا ده محترم جدا، بس الحقيقه ده ما اشتريناهوش، ده اشتريناه، ده كان فيه ريسك، لا ده ما فيهوش ريسك، ده اوستيوجينيسيس، ده اوستيو اندكشن ولا كوندكشن على حسب، هو دي مينرالايزد ولا مش دي مينرالايزد، لو هو مش دي مينرالايزد يبقى اوستيو كوندكتيف، لو هو دي مينرالايزد يبقى اوستيو اندكشن. الحقيقة إن كانت النتائج مذهلة. الحقيقة بقى إحنا فكرنا فكرة تانية، لقينا واحد نازل بيقول إيه؟ إحنا هنستخدم الدنتين كبلوك. بلوك إزاي يا ابني؟ أهو هجيب السنة وأعملها بلوك شريحة، وأعمل لها حاجة اسمها دي كورتيكيشن، أهو هخرمها عشان البلاد سبلاي. حلو جدا. طب ما إحنا كمان، إحنا أنت مش أحسن مننا، إحنا كمان دي حالة لايف. اهي السنانة اهي خلعناها اهي، راجل كان مركب بريدج مش عارفة يعني لونج سبان بريدج حاجة فظيعة، عنده كده 3 سنان ومركب عليها كل ده، جبنا السنان شفت نظفناها يا دكتور خالص، شلنا كاريوس، شلنا عملنا سكيلينج لها، شلنا بلب، شلنا انامل، شلنا سمنتم، شفت عملنا البلوك ازاي، شفت البلوك رفعناه ازاي، رفعنا السنة، شفتوا ده دي السنة عملناها بلوك ازاي، دي مساحتها صغننه جدا، حجمها صغير جدا، وحطيناها اهو كبلوك، عملنا بكل بوم بيها اهو، وعملناها سكرو اهو بلوك اهي، طبعا عمليه كانت جميله جدا، واستخدمناها كمان كبلوك كبون بلوك. الحقيقه احنا بس وصلنا الكونكلوجن في الاخر بعد الابحاث دي كلها اللي تمت في كفر الشيخ، ان الاوتوجينس دنتين نانو بارتيكلز سيف افيليبل بروميسنج بروسيجر لو كوست، مفيش كوست، ميثودز فور ريجنريشن اوف انتربوني ديفكت. طيب الناس بتفكر في ايه النهارده؟ الناس بتفكر في ايه؟ طب ما انت عملت الدنتين ده اوتوجينس، هل انت ممكن تعمله الوجرافت؟ هل انت ممكن تستخدمه كالو جرافت؟ يعني ايه؟ يعني ممكن السنان اللي حضرتك بترميها دي، ال 20 سنه اللي بترميهم كل يوم دول، ناخدهم نشيل الانامل، نشيل السمنتم، نشيل البلب، نشيل الكيرز، ونشيل الكالكولس، ونطحنهم، ونعديهم على البروسيس اللي هي هناك الراديشن والفريزنج والاسيد، ونطحنهم وتعبى في حاجات، بدل ما ترمي الحاجات دي في الزباله تاخدها وتعبيهم وتستخدمها كالو جرافت، يعني من نفس السبيشيز بس فرد تاني مش سنتك، ده اللي لسه ما اتعملش، ده اللي لسه ما اتعملش.
ده اللي بنفكر نعمله. هل احنا لو لمينا شوية السنان دي وعملنا لها شوية معالجات، هل هي هتبقى زي الالوجرافت اللي عملوه الناس من الجثث؟ هل ده هيبقى، وبدل ما احنا نرميها هل ممكن نصنع منها بون جرافت؟ دي اول حاجة. تاني حاجة، احنا قلنا ان الدنتين ده بيتكون من 65% ان اورجانيك و35% اورجانيك، هل ممكن نعمل منه ممبرين؟ هل ممكن نشيل منه الان اورجانيك بقى ونعمل منه، نخلي الاورجانيك بس اللي هو الكولاجين ويتعمل كولاجين ممبرين؟ هل ده ممكن يحصل؟ دي كلها افكار بنفكر فيها. هل احنا ممكن نوصل ان احنا نصنع منه، نشيل الانورجانيك اللي هو 65% دول ونخلي ال 35% اللي هو الكولاجين ونعمله ممبرين ونستخدمه كجايد التيشو ريجنريشن؟ ده برضك عايز بحث وعايز شغل كتير. كل دي حاجات لازم الناس الريسيرشر الصغيرين اللي هم لسه مبتدئين حياتهم العمليه لازم يدوروا وراها. هل الحاجات اللي احنا بنرميها دي هل هي ريسايكل؟ ده احنا دلوقتي الورقه ما بنرميهاش، بيعمل لها ريسايكل. طب ازاي هنرمي عضو من اعضائنا؟ ازاي هنرمي عضو من اعضائنا؟ ازاي ده حته مننا، السنه دي حته مننا، اكيد في يوم من الايام لها استخدام. وده اللي احنا بنحاول دلوقتي نوجه الناس له، ان هم يبحثوا في الريسايكل دي مره تانية، وان الدنتين ده ما يترميش. شكرا لحضراتكم، وانا مستعد لاي سؤال منكم. حبيبتي يا مروه ازيك؟ مروه على فكره من الناس الشخصيات الجميله اللي انا اشتغلت معاها في اكتوبر، كانت حاجه جميله كده، وهي طول عمرها جميله. دكتوره مروه حبيبتي، ومبسوطه قوي انك يعني استفدتي من البحث. وعلى فكره احنا بنعمل بحث جميل قوي دلوقتي عن الدنتين حوالين الدنتال امبلانت. بنعمل الاميديت امبلانت، وان شاء الله البحث ينزل قريب وفي امباكت فاكتور عاليه جدا، وان شاء الله خير، هتسمعوا كحاجه جميله. نفسي الناس كلها تبدا مجال البحث العلمي. نفسي اي فكره يا دكتور، اي فكره امينه، اي فكره عندك ابداي بيها، بس تبقى فكره حلوه. وعشان تستريحي يا امينه لازم تعملي حاجه اسمها بايلوت ستادي. يعني ايه بايلوت ستادي؟ يعني الأول تعملي حالتين ثلاثة وتشوفي البحث ده هيمشي معاهم أو هيجيب نتائج ولا لأ. جاب نتائج يا أمينة، اعملي 20 بحث، اعملي 20 حالة، واعملي ريسيرش وورك محترم وابدأي انشريه. صدقيني لما يبقى عندك بيبر منشورة باسمك وإمباكت فاكتور وعلم مستفيد تستفيدي منه، ربنا هيديكي حاجات كتيرة قوي وفايدة كبيرة قوي. علم ينتفع به، من قطع عمل ابن آدم إلا من علم يندفع به. شكرا يا دكتورة دينا. أنا بس حاولت أوصل حاجة جديدة، نفسي أوصل حاجة جديدة للناس إنها تشتغل بيها. أنا فكرت في الموضوع ده كتير قوي. طب افرض انا مثلا محتفظه بسنه، بس محتفظه بيها ازاي؟ حطها في 40 10% مثلا؟ ما هو طريقه الحفظ دي ازاي؟ ما هو القدماء المصريين قعدوا محتفظين بالجثث سنين، مئات السنين. احتفظت بيها ازاي؟ هل انت حطيتها في حاجه تحفظها؟ ده السؤال. حطيتها في حاجه تحفظها في 40 10% مثلا؟ القصه جت من هنا، القصه جت من هنا. هل انت حفظتيها في صلاين؟ حفظتيها في فورمالين؟ حفظتيها في حاجه بتحافظ على الفيتاليتي بتاعه السيلز؟ ده السؤال هنا معايا، ده السؤال هنا. حفظتيها ازاي؟ يعني انت لو حفظتيها في حاجات زي كده ممكن تستخدم، ممكن تستخدم. أنا ليا صفحة فعلا على اليوتيوب
شرحة فيها معظم البيريو ومعظم الميديسن. الصفحة بتاعتي هبعت اللينك حالا لحضراتكم حالا دلوقتي في الكومنت، أنا ممكن أبعته حالا. يعني يا ريت الناس كلها تدخل على الصفحة، الصفحة جميلة جدا فيها شرح لحاجات كتير قوي. انا معاكو حالا اهو، ثواني بس. انا عايزه ابعت لكم الصفحه بس انا مش عارفه ابعتها فين. انا هنزل حالا للدكتور اللينك بتاع الصفحه. مش عارفه ليه مش انا الوحيده اللي مش بكتب كومنت ليه. دكتور ممكن حضرتك تبعتيها لينا على الواتساب واحنا هننزلها ان حالا شاء الله. حالا حالا دلوقتي حالا حالا هبعت لكم اللينك بتاع الصفحه. الصفحة دي فيها حاجات مشروحة في البريو خطيرة جدا. على فكرة يا ولاء، احنا لسه مش عارفين نحفظه ازاي. يعني احنا لحد الآن، هي في ناس قالت ان احنا لو حطيناها في فورمالين 10% السنة يعني تتحفظ ممكن، بس كلها ما جربناش، ما عرفناش يا ولاء، مش عارفين ازاي لحد الآن هنحفظها. يعني زي الناس اللي حملت الجثث دي، احنا عايزين نروح الشركات بتاعت الالوجرافت ونسالهم عدوها على فريزنج وراديشن واسيد. احنا عايزين نتقص ونعرف المراحل دي عشان نبدا نصنع احنا الحاجات دي. يمكن يبقى لنا براءه اختراع وننزلها، مصر تبقى لها براءه اختراع وتنزلها. يعني احنا بنمشي ورا الحته دي دلوقتي، يعني الابحاث لسه في بدايتها. الشاطر فيكم يكمل، الشاطر فيكم يكمل، الشاطر فيكم يكمل، مش كده؟ نحفظها ازاي؟ ده سؤال مهم. هنبيعها ازاي؟ هنعبيها في ازايز ونديها للناس ازاي؟ هيبقى لها عمر افتراضي سنتين ازاي؟ هل هنعمل لها دراي دراي درايد، يعني نخليها دراي، هنخليها فريز، هنعملها راديشن؟ ده اللي احنا بندور وراه دلوقتي. الناس اللي عايز تبدأ البحث، ابدأوا ابدأوا دلوقتي. فعلا في ناس طحناها كلها، حتى الانامل كمان، في ناس طحنوها كلها. انتوا عارفين كده، في ناس طحنوها كلها، طحنوا الانامل معاها والسمنت معاها، بس الناس كلها بتتكلم عن الدنتين. حبيبتي يا مروة، انتي تستاهلي كل خير والله، تستاهلي كل خير، وان شاء الله نبارك لك على الاستاذيه ان شاء الله. شكرا يا دكتوره جيهان، ويلكم. لا البريو جميل، البريو جميل يا ندى، بريو حلو قوي قوي قوي، علم كده جميل لوحده كده. لا هي بتاعت الشخص نفسه، لحد الان هو اوتوجينوس، هو اوتوجينس لحد الان. لا ما هي لحد الان بتاعت المريض، بس احنا نفسنا نحطها الوجرافت. هي بتاعته يا دكتور، هتعقمها ليه؟ هي بتاعته، هي بتاعته، ما تقلقش. عشان التيشو لسه فايتال، التيشو لسه فايتاليتي بتاعتها كويسة، التشو الفيتاليتي بتاعتها كويسه، عشان كده لازم تبقى في نفس اليوم. زمايلك بيقولوا مش ممكن نحفظها في حاجه، احنا لسه ما دورناش ورا الموضوع ده. هل احنا لو حفظناها، لسه ما عملناش البحث ده، هل احنا لو حفظناها هنشوف كاركترستيك لها شكل تاني تحت الميكروسكوب ولا لا؟ يا جماعة لازم يوم احنا لازم يوم الخلع علشان خاطر تحتفظ بالفيتاليتي بتاعة الأنسجة بتاعتها.
شكرا دكتورة هاجر، شكرا لحضرتك، انا بحبكم كلكم، ونفسي كل الناس تسمع محاضرات البري وتستفيد ان شاء الله. وانا هبعت حالا اللينك للناس حالا دلوقتي عشان ينزلوه، وان شاء الله تدخلوا كده ويبقى في محاضرات جميلة وتسمعوا وتتثقفوا فيها، وان شاء الله الخير وكل الحب لكم ان شاء الله كلكم ان شاء الله. انا موجودة لو في اي سؤال. شكرا لحضراتكم، أشوفكم إن شاء الله المرة الجاية بإذن الله في حاجات جديدة، واللي عنده أي بحث عايز يعمله وعايز مساعدة مني أنا موجودة. شكرا لحضراتكم. دكتور حضرتك معايا؟ مع حضرتك يا دكتور، أنا خلصت خلاص. شكرا جدا لحضرتك يا دكتور، والله واستفدنا جدا من المحاضرة. تحت أمركم والله في أي وقت.